ده فعلا احنا تأسسنا وما كانش هم يعني طبعا وقيادة الروح القدس ليهم، احنا ما كانش هنقدر نعيش الإيمان والثبات اللي الرب يسوع بديهولنا والنعمة اللي احنا مقيمون فيها دلوقتي. أنا فعلا الأيام دي مش ممكن تتنسي، اتحفرت فيا. هم اللي زرعوا فينا حب الكلمة، كلمة الرب، هم اللي زرعوا فينا يعني ايه نصلي، يعني ايه نتواصل مع الرب، ويعني ايه نكون جسد، الجسد اللي بيخاف على بعضه، الجسد اللي بيقوي بعضه، الجسد اللي بيقوم بعضه لما نكون ضعفة. وبشكر ربنا من أجل هذا الجسد، وفعلا أنا اختبرت معنى الجسد الحقيقي لما مريت باختباري الجميل اللي أنا ممكن أحكي لكم عنه، اختبار الكانسر. عرفت فعلا قوة الصلاة وازاي ان الجسد الواحد بيرفع الصلاة وكل التضرعات وكل الآيات اللي كانت أحبائي وأصدقائي وأهلي وناسي بيبعتوها لي، ازاي رفعتني فعلا فوق الاختبار الجميل ده وفوق التجربة. فعلا أنا كنت زي كنت في كبسولة كلها نعمة، نعمة الله، حلوة وسلام، قوي أنا التشبيه ده، مقيمة داخلها. حلوة قوي قوي التشبيه ده، ده كبسولة الصورة النعمة. الذهنية اللي جات لي وأنا في وسط الاختبار ده، إن أنا جوه كبسولة زي رائد الفضاء لما بيبقى جوه كبسولة كده الأسترونوت، فأنا كنت مغلفة بكبسولة حب ونعمة وجمال، جمال يعني جمال في وسط القلق.